سيدنا كتير جدا قداستك بتشوف إنه الشباب مهمين مش بس للكنيسة، للوطن وللمجتمع كله. قداستك شايف فين قوة الشباب؟ يعني موضوع الشباب ده موضوع مش على قد الكنيسة بس، ولا قد الوطن، على قد العالم كله. الشباب طاقة، الشباب حيوية، وطبعا حتى إن إحنا لو كنا كبار عنكم شوية، ما برضو في يوم من الأيام كنا شباب. يعني أوعوا تفتكروا إن إحنا عملونا كده. كنا في وقت من الأوقات في الجامعة وفي ثانوي، وفي الجامعة كان لنا نشاطنا ودراستنا وما بعد الجامعة وخدمتنا. فكل ده بيظهر إن مرحلة الشباب أولا هي أجمل مرحلة في عمر الإنسان، بتتميز بالحضور، بالنضوج، بالطاقة، بالأمل، بالرجاء، بالتطلع للمستقبل. كل واحد فيكم عنده أحلام كبيرة وكتيرة خالص، وكل مش انتوا بس، كل البشر بيبقى عندنا أحلام كبيرة خالص. لكن الإضافة الموجودة إن احنا نكون في حضن الكنيسة، ونكون نشأنا على أرض مصر وتعلمنا فيها، فبلا شك ده له أهمية. وكتير بقول إن الحلقة الذهبية في عمر الشعوب بصفة عامة هي حلقة الشباب. طب سيدنا، أوقات كتير مرحلة الشباب بتعدي على كتير من الشباب من غير ما يستفادوا بيها، وكتير بعد ما بتعدي المرحلة دي سيدنا بيندموا وبيقولوا إنه الوقت ده مش هينفع أبدا إنه يتكرر تاني. الشباب إزاي يعرفوا يستفيدوا من المرحلة الذهبية اللي قداستك بتقول عليها؟ عايز أقول لحضرتك إن أغلى حاجة في عمر الإنسان هي الوقت، طبعا التايم، أغلى حاجة، أغلى من الفلوس، وأغلى من المناصب، وأغلى من الاختراعات اللي انتوا عملتوه والاكتشافات، أغلى من الدراسة. ليه أغلى؟ ليه هي أغلى من الحاجات دي؟ لسبب بسيط قوي، إن الوقت لا يمكن تعويضه. انت النهاردة ممكن يكون في جيبك 100 جنيه، ممكن، وتقول 100 جنيه دي قليلة عشان أعمل الحاجة الفلانية. ممكن تبقى النهاردة قليلة، 100 دي ممكن يبقوا 1000 بعد يومين، وممكن يبقوا أكتر. أقصد إن حاجة ممكن تتعوض. أنا كنت في منصب ورحت منصب تاني، يتعوض. كنت في بلد ورحت بلد تاني، تتعوض. لكن إلا العمر، إلا الزمن. يعني النهاردة التاريخ، حتى التاريخ زي ما حضرتك ذكرتي، تاريخ متميز، 2/22/20، مش كده؟ هيتكرر إمتى ده؟ مش هيتكرر طبعا، مش هيتكرر طبعا. وبالتالي هو يبقى متميز، وكل تاريخ بالمثل كده. فالحقيقة الاهتمام بالوقت والمرحلة الجميلة دهيت، وان باستمرار يكون الانسان عنده الروح الشبابية. حضرتك كنت بتتكلمي بتقصدي كمان ان الشباب كسن طبعا، كعمر، اي بيعملوا، يقولوا مثلا من تاريخ كذا، من عمر كذا لعمر كذا، دي مرحلة شباب. ماشي، خلاص، أوكي. لكن الحقيقة، الحقيقة الإنسان الناجح دايما داخله روح شبابية. الروح، أحيانا واحد يقابل واحد في سنكم يقعد ولا وياه يقول إيه ده الدنيا مقفلة في وشه خالص، وينظر للحياة نظرة صعبة. وأوقات العكس يا سيدي، واحد تاني أحيانا تقعد مع حد كبير تحس إنه روح شبابية خالص، مش مرتبط بالسن. ففي العمر اللي بيتكتب في الرقم القومي بطاقة، وفي العمر اللي أنت بتعيشه جواك، والعمر الذهني، والعمر القلبي، والعمر الروحي، والعمر اللي هو معدود بالسنين.